اليوم نتنقل لتونس من أجل يعني تحضير المرحلة الثالثة من تحضير الموسم 2022-2023. المرحلة هذه إن شاء الله تكون يعني المدرب واللاعبين يكونوا حاضرين لأول مقابلة اليوم 27 أوت في بشار مع المولودية. التحضيرات جدت في مدينة بشار في المرحلة الأولى، والثانية كانت هنا في العاصمة، وين قدرنا نلعبوا ثلاث مقابلات يعني ودية في مستوى مليح، وكان تحضير جيد. إن شاء الله الجاهزية تكون في تونس، وإن شاء الله نحضروا يعني البطولة الإفريقية والكأس الجمهورية والبطولة بهذا التحضير اللي يكون متميز. واليوم الطاقم الفني واللاعبين نحن كإدارة ما بخلنا عليهم حتى شيء، وفرنا كل شيء، واليوم يعني لبرا عندهم باش يحافظوا على تقاليد وعادات الفريق، هو اللعب على الأدوار الأولى، وإن شاء الله الحلم يبقى قائم بالتتويج إن شاء الله بالله. الحمد لله على كل حال، كما راك تشوف بريباراسيون راها جوج ظروف مليحة، احنا مجاوبين مع الكوتش مع ستاف، احنا نخدموا احنا ثاني باش ندخلوا إن شاء الله الشامبيونة، باش ندخلوا إن شاء الله الأجواء نيشان، إن شاء الله نكونوا من الأوائل تاع الشامبيونة. وكما راك تشوف الاستقدامات حتى هي راه تمد البليس، وحاجه مليحه كي تكون استخدامات زعما ويكونوا مع لي جوار القدام ومع جداد يمدوا البليس ليكيب. وكما تشوف في المنافسه تاقلم مليحه، ماشي زعما بروبلام ولا قال صافي بليزير كاع اللي جابوهم ولاد فاميليا، ورحنا نورمال مع الكوتش. بسم الله الرحمن الرحيم، كما تشوف رانا رايحين تربص لتونس ان شاء الله، كما يقول لك رايحين باش ندرني ستاج باش نخدموا ان شاء الله باش نكونوا بري بور الشامبيون ان شاء الله. هي كما يقول لك حنايا نكونوا امبيسيون، حنايا راح نخدموا ان شاء الله باش نلعبوا على الادوار الاولى، واذا جات البطوله كما يقول لك مرحبا بها. لا متفائلين الحمد لله، كما يقول لك الجروب كاع ولاد فاميليا كاع خدامين مع المدربين، رانا نابليكيو واش يقولنا، رانا نخدموا، وباذن الله ان شاء الله فيها خير ان شاء الله.